السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. للأسف كثير مننا بيبص للناس اللي بتغلط أو بتكون على معصية معينة نظرة معينة كده فيها شدة وفيها قسوة، مش بيبص للغلط ده على إنه حصل في لحظة ضعف مثلا أو غفلة معينة تستحق الشفقة أو التسامح أكتر من إحساس الغضب والكره. مين فينا مش بيغلط؟ مين فينا معصوم؟ ما فيش طبعا معصوم غير النبي صلى الله عليه وسلم اللي لسه بنحتفل طبعا بيه وبشهر مولده، النبي اللي كان رحيم بالمذنبين وبالعصاة، وده وجه جديد من رحمة النبي هنتكلم عنه مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. آمين يا رب. ولك مثل يا شيخ أحمد يا رب، ربنا يرضيك ويغفر لنا يا رب ويرضينا يا رب. طيب شيخ احمد، احنا طبعا مكملين في رحمه النبي صلى الله عليه وسلم في سلسله حلقاتنا في شهر مولده، والنهارده هناخد وجه جديد من اوجه الرحمه دي، وهي رحمته بالمذنبين. ومين فينا ما عندوش ذنوب؟ ومين فينا ما بيغلطش وبيعصي ربنا؟ مش ذنوب بس، مين فينا ما عندوش كبائر؟ الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين. أولا يعني نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم آمين. ونسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يرضى عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هو السؤال، مين فينا أصلا ما عندوش ذنوب؟ مين فينا ما عندوش كبائر؟ للأسف الشديد، أحد السلف الصالح رضي الله عنهم، وده الإنسان عارفة، المؤمن بيعصي ثم يعلم أنه عصى ثم يستغفر ربه تبارك وتعالى، يجد ربه عز وجل توابا رحيما، ويجد ربه سبحانه تبارك وتعالى غفورا رحيما كريما سبحانه جل وعلا. خاصة لما الإنسان بيعمل الذنب ده وهو عارف أنه ذنب، لكن سولت له نفسه، وسول له الشيطان، وسول له الهوى، فكان أسير الثلاث حاجات دول، الشيطان والهوى والنفس، فيقع في المعصية ثم يستغفر ربه تبارك وتعالى. الحمد لله أن لنا ربا يغفر الذنب ولا يبالي، اللهم لك الحمد. الإشكالية في أن هؤلاء الذين يعصون الله تبارك وتعالى ويتعمدون المعصية، ثم بعد ذلك إذا قيل لهم استغفروا ربكم تبارك وتعالى، الناس لا تبالي، تقول لهم لا إحنا لا نستغفر، هو كده، هو ده حلنا اللي إحنا هنعمله أصل. وبعدين يبدأ بقى الفلسفة الكذابة، أصل ربنا لو كاتب علينا، لو هو كاتب علينا الذنوب فخلاص، ولو كاتب علينا الطاعة فإحنا هنطيع، واخد بالك؟ ويدخلوا بقى في قضية بقى الجدلية اللي إحنا قرفنا منها، اللي هو الإنسان مسير ولا مخير، وداخلين في يعني مناطق كده صعبة جدا. المؤمن دايما وقف عند كتاب الله تبارك وتعالى، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لنا كده، ويقول للناس خلي بالكم يا جماعة، كل بني آدم خطأ، لكن وخير الخطائين الإيه؟ التوابون. وسيدنا النبي يقول استقيموا ولن تحصوا. طيب يا رسول الله، يعني إزاي أستقيم ولن أحصي؟ قال مش هتقدروا تصلوا إلى اللي هي 100%، لكن سددوا، قاربوا، أبشروا، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي يقول واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أو لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بإيه؟ برحمته. فده حاجة لازم نفهمها، نشوف قبل كده كان القضية التوبة عند السابقين. الله عز وجل يقول فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. هي التوبة، فاقتلوا أنفسكم، مش النفس اللي هو المربيها نفس الإنسان، النفس هنا مربيها الأخ، فاقتلوا إخوانكم. حكى ابن جرير الطبري رحمه الله إن في اليوم ده تقتل حوالي 70,000، لغاية لما لجأ موسى إلى ربه واستغاث بربه تبارك تعالى أن يرفع عنهم هذا الضر، فتاب الله عز وجل على الجميع. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا حاجة كده، الندم توبة. فإحنا أولا دي من رحمة الله عز وجل بالأمة، ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان أحيانا يذنب، طيب شوف النبي كان بيعالج إزاي، ودي رحمة النبي. إحنا لما نكون بشر ونشوف إنسان بيعمل غلط إحنا ممكن نفضحه. الأمر الثاني، إحنا ممكن للأسف الشديد نشهر به. للأسف الشديد لما يجي يقول أنا عاوز أتوب، فممكن نبدأ نتنفذ عليه، لكن المعالجة هنا خاطئة. تعالي نشوف معالجة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ما ناخد التليفون اللي مع حضرتك.
طيب احنا هناخد تليفون ونرجع نكمل، لان في كذا نقطه عايزين نعلق عليها في الكلام. ام محمود اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي انا عندي سؤالين. اتفضلي. اتفضلي يا ام محمود. ازيك يا شيخ احمد؟ الله يخليكي، ربي يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. بص انا كان معايا ولد الصغير، الصغير عندي سنه والكبير كان عندي 8. فكبير ربنا افتكره امه اللي كان عندي 8 سنين. بصي هو الصوت مش واضح، كان عندك ولد عنده 8 سنين وولد عنده سنه؟ ايوه. الكبير حصل له ايه؟ الكبير اللي عنده 8 مات. البقاء لله يا حبيبه قلبي، ربنا يصبر قلبك يا رب. سنه دلوقتي الكبير اللي واخد 8 سنين ده كان كل حاجه في حياتي، بس دلوقتي انا مضاعف على المصليه ساعه الوفاه تحت والخبر اللي جه لما مات. بصي هو الصوت كده احنا مش سامعين خالص. انت من ساعه يعني من ساعتها وانت تعبانه نفسيا؟ تعبانه نفسيا، وانا ما ساعه الوفاه بتاعته بفتكرها كل حاجه، مش ما بتروحش من دماغ. بقى له قد ايه؟ مات له 6 شهور، مات في رمضان قبل عيد الاصيام. ماشي. ماشي في الست. تاني حاجه يعني لو ما شوفوش في المنام ابقى هو كده زعلان مني. او محمود كان ممكن بيسالني كتير اخش الجنه مايه، وعايز انا عايز اروح الجنه وعايز الحاجات دي كلها كان بيقول، وكان بيقعد يبص لي كتير وهو نايم، انا نام واسبع نام ويفضل باصص لي. هو كان حاسس حبيبه قلبي ربنا يصبرك انا عايز اسال ان هو كان حاسس بنفسه ان هو هيموت ولا ما الانسان ما بيحسش بنفسه؟ ماشي الشيخ احمد هيجاوبك، بس ربنا يصبرك ويبرد قلبك ويربط على قلبك يا حبيبتي يا رب ويرحمك، بس ما تدخليش في الاكتئاب ده، حاولي تخرجي نفسك منه عشان خاطر انت لسه عندك ابن تاني صغير وربنا كمان ان شاء الله يرضيكي كمان تاني يا حبيبتي. والشيخ احمد هيجاوبك على حكايه انها لازم تشوفي في الرؤيه ولا لا. ربنا يصبر قلبها يا رب ويصبرها يا رب. لكن احنا نبشرها ان ان شاء الله ده يعني هو سبقك باذن الله الى الجنه باذن الله تعالى، وانت اصبري بس وادعي بدعاء النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وربنا يعوض الخير ان شاء الله في ابنك اللي موجود، وربنا يرزقك الخير ان شاء الله. الحاجه الثانيه اعلمي ان دي كانت عاريه والله استرد عاريتها، خلاص يعني دي كانت امانه ورجعت ثاني لربنا تبارك وتعالى، فلا اعتراض اصلا أمين. على قضاء الله ولا على اقدار ربنا تبارك وتعالى. قضيته هو كان حاسس او مش حاسس دي، بصي احنا لا نعلم الغيب، ما حدش عارف المسائل دي، لكن انا بقول هو صادف قدرا، انتهت المساله، يعني المساله دي صادفت القدر ربنا عز وجل، ولكن ده عمره، يعني هو في النهايه هذا عمر ابنك. اللي علينا نعمل ايه؟ اللي احنا نسترجع ونحمد ربنا تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل ابنه، لما الانسان يبقى يصبر ويقول ان الله وانا اليه راجعون، يقول ابنه لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الايه، وسموه بيت الحمد. ربنا يصبرها يا رب، ربنا يصبرها يا رب ويربط على قلبها. لكن بدل ما هي تدخل في حالة الاكتئاب تخرج ده، احنا بيسموه كده علماء النفس بيسموه تغيير المسار النفسي. التغيير المسار النفسي اللي هي بدل ما تدخل في حالة الاكتئاب لا، تطلع كل الطاقة اللي جواها ناحية ابنها اللي موجود، ربنا يحفظه يا رب وتربيه، تربيه تربية سليمة صحيحة. فده بيسموه اسمه تغيير المسار اللي تغيير المسار النفسي. تمام. معنا تليفون. أمينة أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. ازاي حضرتك يا مدام دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازاي فضيله الشيخ؟ الله يخليك يا فندم، ربنا يحفظك. انا عندي بس استفسار بسيط عن زوج، يعني الحمد لله انا احسنت ليه ولاولاده، وهم كانوا اولاد ايتام ووالدتهم كانت حضرتك متوفيه، ربتهم الحمد لله وجوزت له بنته وفضلت معاهم سنين، وبعد كده حصل بينا وما بين بعض حضرتك مشكله، بعد المشكله دي حضرتك يعني احنا وصلنا للحل ان احنا ننفصل بما يرضي الله، وان هو يدينا حاجتي بما يرضي الله. طبعا قال وقتها ما حدش يجي في الطب خالص، اللي هيجي رجاله. وبعد كده حضرتك اخذ كل حاجتي، فلوسي، اخذ مني جهازي، لبسي، كل حاجه، يعتبر اللي اداهولي يعني يعتبر فتفيت من حاجتي اللي انا اساسا جايباها، يعني لا اخذت خشب ولا اخذت اي حاجه، بس انا في نفسيتي هو اللي عمل معايا كده، وانا احسنت لاولادك، يعني انا ربيت لك ايتام، ليه انت تعمل فيا كده؟ فانا يعني راضيه بقضاء ربنا عليا، وبصلي وبقول يا رب انا عاوزه حقي، انا عايشه على اساس ان ربنا يدينا حقي. يعني انت الحكايه دي حصلت بقالك قد ايه انفصلتي عنه؟
انا منتصف دلوقتي بقالي سنتين. بقالك سنتين موقفه حياتك على انك قاعده مستنيه تشوفي ربنا مثلا هينتقم منه او كذا، ولا انت عايشه حياتك؟ لا انا ربنا عوضني بزوج، ربنا يخليه. اتجوزتي وحامل يعني؟ اتجوزت طيب. الحمد لله. بس يعني ليه هو عمل معايا كده مع ان انا احسنت لاولاده؟ طب انت ليه يعني انت ربنا اكرمك ورضاكي وفتح لك سكه، جوزك كويس الجديد؟ الحمد لله، ربنا يا رب يديه الصحه يا رب ويبارك فيه. وحامل وهتخلفي، هيبقى هتربي بقى حد من ولادك انت يعني؟ مش هتربي ولاد حد. هو عمل ايه بس؟ اخد كل فلوسها وحقها وجهازها وطلقها بعد ما هي ربت له ولاده الايتام. طب بس انا هسالك يا امينه، يعني انت حضرتك لما عملتي الكلام ده انت عملتيه لله ولا عشان تقول انا عملت؟ لا انا حضرتك كنت متزوجه زوج قبله وكده وانفصلت عنه، وقلت جاز ربنا بعت لي باب العيال ده وباب الزوج ده ان انا مثلا. فضلتي قاعده متجوزاه كام سنه؟ قعدت متجوزاه 12 سنه. 12 سنه وما خلفتيش منه؟ لا ما خلفتش منه. طيب ربنا دلوقتي رضاكي اهو، اتجوزتي واحد كويس وحامل وهتخلفي صح؟ الحمد لله. بس هو ليه يعني انا بسال نفسي كتير، هو ليه عاملني كده وانا احسنت ليه لولادي؟ هو عمل ايه بقى؟ اتجوز تاني ولا عمل ايه؟ ما هو اتجوز تاني على الحاجه اللي هو سرقها مني. طيب اتجوز بقى وعايش خلاص. بص يا مينا يعني خلينا نتفق اتفاق كده ان الزوج اللي بياخد مال مراته او حق مراته او ياخد العفش اللي هو من حقها فهو انسان ظالم. احنا متفقين مع بعض في المساله دي ومفيش خلاف في المسائل دي. ليه عمل الكلام دي؟ دي نفوس بشر يعني، دي نفوس هو للاسف شيطانه اتسلط عليه خلاص، يعني على الكلام اللي حضرتك بتقوليه احنا ما نعرفش القصه كامله ايه، لكن ده شيطانه اتسلط عليه كوني هو يبقى يعمل الكلام ده عشان بعد ما انا احسنت. الاحسان كان لله تعالى، يعني الاحسان ده عشان يكتب في ميزان حسناتك ان المراه اللي اسمها امينه دي احسنت لفلان وفلان والتاني قابل الاحسان بالايه؟ بالاساءه. طيب لو هما ما يعمل اساءه انا اعمل ايه بقى؟ خلاص انا افوض امري الى الله عز وجل، ادام ما عرفتش اخد حقي بالقانون. وما اعرفش انت اصلا ما لجأتيش للقانون ولا لا، هو الاصل لما كده بترفعي امرك الى القاضي او في المحاكم يعني عشان تاخدي حقك. كونك انت تنازلتي او لم تتنازلي انا ما اعرفش القصه فين، لكن على اي حال ما ينفعش ان احنا نتكلم على الاحسان اللي احنا قدمناه خلاص. طيب في اساءه، اما ان تتجنبي هذه الاساءه وتقابلي الاساءه بالاحسان، واما ان تفوض الامر لله تبارك وتعالى وتقولي حسبي الله ونعم الوكيل لو انت مش عاوزه تتخذي الاجراءات القانونيه. لكن الاصل انت تتخذي الاجراءات القانونيه مع تفويض الامر لله سبحانه وتعالى، لكن ما ينفعش ان احنا نتنازل ونقول هو ليه عمل الكلام ده. دي نفوس ربنا سلط عليه نفسه، سلط عليه الهوى، سلط عليه الشيطان، هنعمل ايه؟ هي بقى هو طبعا زي ما حضرتك بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل في اي حد بياخد حقوق حد. أيوة طبعا، اللي بيستحل حقوق الناس ربنا يعني عمره ما هيسيبه اصلا لا في الدنيا ولا في الاخره. هو ظالم طبعا. اللي بياخد مال مراته ده ظالم ولا مش ظالم؟ ظالم اكيد، ده ظالم طبعا. فانا قدامي حلين، اما اول حاجه المسامحه وما اتكلمش بعد كده، او لا انا مش هسامح. يبقى انت عندك امرك ارفع امرك للقضاء. هي بقى دلوقتي احنا عايزين برضو نقول لها انه خلاص هي مثلا دلوقتي اتجوزت وحامل، سواء بقى هي رفع عليه قضية تقريبا قالت. وبعدين هو في نقطة يعني خلينا نفكر تعيش حياتها بقى وتوقف. خلينا نفكر تفكير تاني، انه هو انا اتجوزت وما كانش فيه الخير، ما كانش فيه العوض زي ما بيقولوا كده، وأكرمني الله عز وجل بزوج تاني، فأنا أقول اللهم لك الحمد. يمكن ده كانت الضراء أو اللي كانت اللي أنا وقعت فيها دي عشان ربنا يكرمني بالزوج ده. فالحمد لله، فتحمده ربنا على النعمة اللي أنت فيها. طيب معنا تليفون. فريدة أهلا بيك. طيب حاولي تكلمينا مرة تانية فريدة. نرجع بقى أنت قلتي فيه كم نقطة؟ طب معلش، في أميرة. صحيح. أميرة، أميرة. ألو. أيوة حبيبتي تفضلي. حضرتك ممكن أكلم الشيخ؟ تحت أمرك يا فندم تفضلي. حضرتك أنا متجوزة دلوقتي بقى لي 4 سنين، و دلوقتي أنا متجوزة بقى لي 4 سنين وجوزي كان شغال عند عمي، بس بعد ما اتجوزنا حصلت مشاكل. حضرتك سمعني؟ تفضلي بس علي صوتك شوية. بقى لي 4 سنين متجوزة وجوزي كان شغال عند عمي، بس بعد ما اتجوزنا حصل مشاكل بيني وبين جوزي، حصل مشاكل بيني وبين عمي، فجوزي يعني ساب الشغل وبعدين أهلي قطعوني،
وما بقوش يكلموني ولا انا بروح لهم ولا هم بيجولي. والمفروض دلوقتي ان يعني ان اهلي قطعوني عشانه وان انا مبقتش اروح لهم، بس جوزي دلوقتي يعني ماله؟ هو دلوقتي بيعرف ستات كتير وبيخرج مع بنات وبيقابل طيب وبيتجوز. ماشي، هنعدي بس يعني نعدي الجزء ده. ماشي، يعني اللي اقصده يعني حضرتك فهمت قصدي صح كده؟ تمام. لكن هو جوزك بقى رجع اشتغل يعني؟ هو ايوه رجع اشتغل في مكان تاني، بس اللي انا اقصده يعني بعد ما اهلي قطعوني عشانه وانا ما بروح لهمش وهم مش بيجولي، بس هو دلوقتي معاملته ليا وحشه وعلى طول بلاقيه مثلا بيكلم طب انت ما اتكلمتيش معاه او واجهتيه او اتكلمتي معاه في المواضيع دي؟ اتكلمت معاه كتير وعلى طول بيقولك ايه بقى؟ بيقول لي انا مش عايز غيرك وانا هما دول كلهم يعني مش عايز حد فيهم، انا عايزك انت بس وبصدقه وبرجع اثق فيه. بس المشكله ان هو ما فيش حاجه تتغير، نفس الوضع اللي انا فيه هو هو. طب وانت سؤالك ايه؟ انا ماليش سؤال، بس انا تعبت. يعني بتحكي مشكلة. المشكله ان انا تعبت، يعني انا دلوقتي لا، انت بقالك 4 سنين، تعبت ايه بس؟ بقالي 4 سنين يعني تعبت عشان خاطر ما اني مستحمله ده كله، يعني لا، حتى 4 سنين. بصي يا أميرة، الإنسان ربما يقع في معصية، وربما الإنسان بيعمل ذنب، وربما الإنسان بيغير طريقه كده في اتجاه مختلف تماما، اتجاه الشمال أو اليسار اللي احنا بنتكلم عليه، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح. هيرجع في يوم من الأيام، هيرجع. ادعي له، اقعدي معاه، اخرجي معاه، اتكلمي معاه، شوفي. في حاجات كده بيبقى بين الزوج والزوجة كلنا بنقع فيها للأسف الشديد في سنوات الزواج الأولى، بيبقى مش عارفين نفهم نفسية بعض، ولذلك الإنسان ممكن يبعد عن زوجته، ممكن الزوجة تبعد أصلا نفسيا عن زوجها. فاحنا محتاجين اللي احنا نقرب من بعض ونقعد من بعض، وحاولي تكوني السبب في ان هو يقلع، سيطري عليه عاطفيا، سيطري عليه نفسيا، من باب الحب، المواد، الرحمة. ده كله احنا مش عارفين نعمله أصلا للأسف الشديد في الواقع اللي احنا عايشين فيه. هو ممكن ما يلاقيش ده، ممكن يبص لبره، لكن في النهاية اما تيجي تقول له انت بتعمل ايه، هيقول لك والله انا بحبك انت، يعني انا بحبك. هو بالفعل صادق، هو بيحب، بس في نزوات، ودي خلينا نقول كده بتبقى لذة وقتية، مش السعادة. السعادة الدائمة اللي هي بتكون مع الحلال، مش في الحرام ابدا على الاطلاق. فانت اصبري، اقعدي اتكلمي معاه كتير، ما تقوليش انا تعبت. انت بقالك 4 سنين، تعبت ايه؟ احنا عايزين بقى نوجه كلمة لكل زوج وزوجة، انه من التليفونات والقصص والمشاكل اللي بتجيلنا، انه واضح ان في البيوت دي مفتقدين للحب ومفتقدين ما احنا قلنا للرحمة هنعمل بقى سلسلة من وللمودة الحب. وللسكن ولكل الحاجات اللي المفروض ان اصلا هو ده الاصل في السنة في الزواج. يعني دايما تلاقي الحب ده او المشاعر او القصص دي قبل الجواز، بصي احنا واول عندنا، ما يتجوزوا طب انا يبقى هقول لك حاجة، كأنهم ملكوا بعض، فخلاص بقى ايه، هقول لك حاجة، محدش فيهم يعمل كلنا مجهود. بنغلط في اللي ده انا غلط، هقوله ده. احنا بنتجوز وخلاص، انا ضمنت مراتي. ده غلط، ما فيش حاجة اسمها حدش انا ضامن بتكلم حد. الناس بتمشي ازاي، ايوه، انا ما هو ده ضمنت الغلط. مراتي خلاص كده، لكن اللي في الخارج انا مش ضامنها، صح؟ فدايما ببص بيعمل على اللي في مجهود بقى. الخارج، فالشيطان عمال يسوي ليا. الحاجة التانية، ان شوفي سيدنا النبي لما نيجي، النبي كان كل يوم كده يصحى الصبح كده يقول لي سيدة عائشة والله، ويقسم بالله، مع ان النبي صادق عليه الصلاة طبعا والسلام، طبعا. والله اني لا احبك يا عائشة. خلاص، فاحنا ما بنعملهاش خلاص. احنا احيانا بنتكبر، احيانا بتبقى بتاخدنا العزه كده كلنا، يعني بما ايوه. فيهم انا نسال الله السلامه. يعني الحاجه الثانيه، ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيخرج مع السيده عائشه ومع زوجاتي عليه الصلاه والسلام. طب بيعمل ايه؟ في يوم يبدا يسابق. طب هل بالله عليكي، هل في حد كده يقول انا اخد مراتي كده ونطلع نجري، نبدا نسابق بعض، نلعب حاجه، نروح نتمرجح في مراجيح، في اي حاجه؟ النبي كان بيعمل كده عليه الصلاه والسلام، تعالي نسابق بعض يا عائشه. السيده عائشه صغيره والنبي كان اكبر منها سنا، فسبقته عائشه. فسيدنا النبي قال لها انت هتكسبيني كده. فتمر الايام، ما تيجي نسابق بعض، وكان في جيش، تخيلي جيش، والنبي عليه الصلاه والسلام ما ينساش حظ زوجته ابدا على الاطلاق، تعالي نسابق بعض يا عائشه. فكانت سيده عائشه كبرت بقى ايه، يعني كثر اللحم كما يقولون يعني، فسبقها النبي عليه الصلاه والسلام، فبيفكرها بيقول لها دي بدي، يعني ايه، واحده قصاد واحدة ايه، واحده بواحدة. قصادها. في حد بيعمل كده؟ ما حدش بيعمل كده. فتعالوا يا جماعة نخرج من البوتقة، ترجميها انت بقى دي القالب اللي حطينا نفسنا فيه ايوه للقلب اللي حاطينه بتاع الجواز، لا نكسره بقى، نكسر نكسر ده. وده موجود، انت بتقولي
كويس ان ده موجود في سنه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، بس للاسف احنا ما بنطبقش ده. لما نيجي نحط الايه دي موده ورحمه، السكن والموده والرحمه، لا ده احنا ده محتاجه مجلدات كتيره جدا يكتب فيها او كتب فيها بالفعل، ومحتاجه محاضرات كثيره جدا، بس محتاجين ان احنا نقف عندها ونبدا نفصلها كده شيئا فشيئا بالتفصيل عشان الناس تفهم المسائل دي. طيب بس انا في نقطه، انا رجاء بس من الساده المشاهدين لما حد هيجي يتكلم عن زوجها او تتكلم عن زوجها او واحده يتكلم عن زوجته يقول في حد، ما يقولش انا زوجي، يعني رجاء بس لله، والله يعني لله بس عشان خاطركم انتم مش عشان خاطر انا بس، الا هي واحده تتكلم تقول انا في واحده حصل معاها كذا كذا كذا، هي ما تتكلمش عن نفسها خالص. تمام، بس ده كان تمام. تنبيه يعني عشان الستر. اه طبعا عارفه فاضلنا قد ايه لسه. طيب انا في حاجه، سيدنا ماعز وده صحابي وقع على جارية رجل من له صحبة اسمه هزال، فهزال زعل منه جدا، قال له بقول لك ايه، روح بقى لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقول له اللي حصل ده، لعل النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه قرآن فيك. شوفوا عاوز فسيدنا، فراح ماعز للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يعني طهرني يا رسول الله فإني زنيت، قال ارجع فاستغفر الله، رجع وراح رجع زنيت يا رسول الله، يعني ابن الحلال ارجع واستغفر. المهم في النهايه راح النبي صلى الله عليه وسلم لهزال يقول له كلمه، يقول له ايه، يقول له يا هزال لو كنت سترته كان خيرا لك من ان تفضح. طبعا الستر هو الاساس، لا عليك، هو ده ينفع الستر. فكان الاسلام سبحان الله هو دين الحمايه، دين الستر، مش دين الفضيحه. معانا اخر تليفون، منى. اهلا يا منى. الو، ممكن يا منى تقولي سؤالك بسرعه عشان انت اخر تليفون في الفقره. اوكي، هو حضرتك لا احنا مستمعين حاجه، علي صوتك بقى منى. الو، ممكن تكلمينا من التليفون واقفلي التلفزيون وعلي صوتك. اوكي ماشي. انا بتكلم بس عايزه اسال، قول يا منى. عايزه اسال بس يعني الزوج اللي هو بيمتحن عن زوجته من غير سبب، هو الحياة اللي هي الزوجية الحميمية يعني بيتكلم عن زوجته من غير سبب؟ عن زوجته. ماشي يا حبيبة قلبي. فده حرام علي. تمام، السؤال واضح، السؤال واضح. يعني الزوج يمتنع عن زوجته بدون سبب، حرام ولا حلال؟ يمتنع ولا يتكلم؟ يمتنع. يمتنع لا حرام طبعا، ويتكلم حرامين كمان مش حرام واحد بس يعني، لا يمتنع حرام طبعا، ودي محتاجين احنا هنتكلم فيها بس عشان الموضوع، ان هو يتكلم كمان عن زوجته بالحرام فهذا اصلا لا يجوز شرعا، يعني ده حرام وده حرام، هو انسان ظالم. المسائل دي لان المراه في النهايه تحتاج الى الجزء ده، فكون الراجل يمتنع بالطريقه دي لا يجوز، وده في احكام فقهيه، بس عشان نتكلم في المساله ليه احكام فقهيه، فده ان شاء الله نتكلم فيها بشيء من التفصيل ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يهدي النفوس، ربنا يهدي النفوس ويهدي البيوت. خلينا بس نتكلم اللي احنا هنكمل ان شاء الله موضوع الرحمه بالمذنبين، لان في شويه تفاصيل كده محتاجين اللي احنا نكمل فيها ان شاء الله. احنا لسه ما اتكلمناش فيها، احنا بنقول بسم الله بس اخذنا تليفونات، التليفونات كانت يعني ايه مهمه برضو. الله يبارك. احنا كده تقريبا خلاص لازم نطلع فاصل، وانا بشكر حضرتك. بشكرك طبعا، لازم اشكرك في نهايه الفقره بشكرك يا شيخ احمد في نهايه فقرتنا، وهنروح فاصل لمشاهدينا ونرجع لكم، خليكم معانا.